أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الباروكة للمرأة التي ليس لها شعر؟ هذا من الوصل، يدخل في الوصل الملعونة من فعلته. أي كان لا ينبت لها شعر، إما تعالج وينبت الشعر، وإلا تغطي رأسها بالخمار، تغطي رأسها والحمد لله بالخمار ولا يدرى إن ما عليها شعر. نعم.